هذا المثل اللي يقول على قيل سي عبد الله سي احمد رفاعي يقول الشيارة ما تبي الا على اهلها طوفه مايله. سبحان الله. هذا بناء اي سنه سيدي حمدي؟ انت ساعدني، انت مقاول. الله، شوف الفرق بينه وبين بيت الحسيان او الحسينان اللي بالفيح هذا بالشام. شوف هذه السياره السوداء يا اترك السياره وخليك مع التراث يا ابن عمي.